ما في حرمان بعد اليوم، تحلية لمريض السكر لكيتو دايت. بنجيب أي نوع فواكه مناسب لإلكم أو حسب الموسم. هذه الفواكه كتير مناسبة لمريض السكر لكيتو دايت. بنجيب كريمة طازجة نصف لتر أو كريمة جوز الهند، كتير هي روعة. بنجيب بديل السكر، الكمية والنوع هو اختيار، أنا وضعت ستيفيا. وبنجيب قليل من الفانيلا وبنحرك جيد على حرارة متوسطة. بنجيب جيلاتين حلال، أنا وضعت جيلاتين بقري حلال، هذا متوفر عند العطارين. وفي البديل عنه النباتي، اسمه النباتي أجار أجار اسمه. وضعت معلقتين كبيرة، معلقتين كبار تقريبا 25 جرام، وبنحرك جيد. الموضوع كتير بسيط وكتير سهل، بنسكبهم مثل ما انتم شايفين، طبعا بنتركها حتى تبرد تماما. عندي أكثر من 500 وصفة صحية، المهتم بالغذاء الصحي اشترك حتى يوصلكم كل جديد. إذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك. مع السلامة.